الحقيقة موسم الرياض بسم الله ما شاء الله يعني جامع كل ال 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 عايز أقول لي كل الفنون كل الأذواق، وبيحاول يرضي كل الناس على قد ما بيقدر. أحداث كتير بتحصل في السعودية الفترة الأخيرة كلنا مبهورين بيها، وبنتمنى التوفيق دايما لموسم الرياض وموسم جدة وكل المواسم اللي بتتعمل في السعودية، لأن الحقيقة مش عايز أقول إيه مش غريب على السعودية أنها تكون دايما سباقة بأنها تعمل كل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة وبصة دايما للمستقبل. أكيد الحقيقة أنا بشوف إن فعلا كل فنان بيسافر في أي مكان هو سفير لبلده، سفير لفنه، سفير لوطنه، سفير للمهنة اللي بيشتغلها. مش بس فنان، أي دكتور، مهندس، أي حد بيسافر لأي بلد فلازم يبقى وجهة مشرفة لهذه البلد.